تصبح مالك كله. رمية سمير عثمان. تمام. 36 سنة. يعني انت حضرتك مطلقة. تمام. معايا أربع أولاد. محمد وفاطمة وكريم وجينا. تمام. أعمارهم 8 سنين و13 سنة و16 سنة و18 سنة. تمام. يعني وصلهم في التعليم. كلهم في التعليم ولكن كمان بيحفزوني ان محمد وكريم واقفين معايا في الورش. معاك في الورش. طب اشمعنى يعني دول انا عن باقي المهن او اي شغلانه ثانيه طب في ورشه كاوتش يعني؟ انا كنت متجوزه بقالي 18 سنه. تمام. مع والدهم، والدهم بيشتغل اساسهم ورشه كاوتش، عندهم ورشه كاوتش. تمام. فال 18 سنه من عمري دول كنت وراحة وجاية على ورشة كاوتش عندهم. تكنتي فيها او تشتغلي فيها معاهم؟ لا انا كنت بقعد اتفرج عليه في الاول. فقبل ما اتطلق يجي باربع خمس سنين ففتحنا ورشه. قلت نعمل مشروع، كنت بقى جايبه الاربع اولاد، قلت لهم بنعمل مشروع بحيث ان ايه لحسابكم انتم انتوا يعني. لكن هو طبعا كان هو وعيلته وهو واربع اخوات في قلب الورشه. تمام. فبالتالي انا فتحت لوحدي. وجبت جميع الصناعية معايا من هنا ومن هنا ومن هنا. طبعا. بدأت من هنا ان انا اقعد معهم اطول فترة ممكنة. بدأت اكتسب منهم الخبرة. كل واحد ليه، كل صناعي من الصناعي بيجي بيبقى معاه حتة كده معينة يحتفظ بيها لنفسه. انا كنت بعرف. تمام. طبعا بقى اكتر من صناعي كان ابن الاولاد نفسه، اكتسبت منه كل شيء الصراحة. ابني نفسه اكتسبت منه. فطبعا انت ما اشتغلتيش خلال فترة الجواز يعني؟ لا ما اشتغلتش، انا كنت بس اكتر من ان انا اقعد على المكتب، بس ما كنتش بقعد بقى، كنت بقف ابص عليهم وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. لدرجة ان جه في وقت من الاوقات بقيت كل واحد اعدل على الصناعي اللي بيجي خلاص. تمام. بقى يعني انا خلاص. تمام. كل حاجة بقيت عارفين. ولحد ما انفصلنا انا وابو الاولاد يعني بدأت من هنا ان انا خارجة معيش، محتاجة شوية ان الحكومة تبص لنا. انا لحد الان في الوقت اللي انا فيه ده اهل ابوه وابوه بيحاربونا. اول حاجه النفقه ما بتجيليش، محضرين معاه مش بيدوني حاجه، ما بيجيبوليش. محمد ابني عنده قضيه يوم 24 جاي ده، هو طالب بس. طالب. هم بيشتكوه وبيشتكوني، عملوا لنا كذا قضيه. ابوه نفسه اشتكاه، عمه اشتكاه، مرات عمه اشتكت، وده كله بسبب ان عايزين ينزلوا من النفقه يخلوني اتنازل عليها. طب دولت اربع اولاد، لو ما كنتش اساسا كمان اشتغلت الشغلانه دي واتبهدلت كده ما كنتش هلاقي ياكل. تمام. ما بالك انا ما باخدش نفقه وعايزيني ان انا اتنازل، عاملين لي عيل زي ده عمه، عامل له قضيه ست شهور سجن. يوم 24 انا اتفاجئت بيه ان بيكشفوا على في قضيه من القواضي، كشفوا على ابني في البطاقه لا عليه قضيه. وقضيه ايه كمان؟ ان هو يبقى نعمل له معارضه استئنافيه. معنى كده ان الوالد عمل له ايه؟ معارضه وغيب فيها، استئناف وغيب فيه. يعني الحمد لله رب العالمين ان احنا عرفنا في الايه؟ في اخر لحظه. فانا مش عارفه اعمل ايه؟ يعني ولي الامر هو ضده في كل حاجه، والحكومه بتديله ان هو يبقى ولي الامر الطبيعي، ان هو يعمل له كل حاجه، وبيستخدم السلطه بتاعته في سجن ابنه. بالمحل انت خلصت ترخيص المحل ولا لسه؟ عملت ترخيص المحل، صحيح تعبت فيها بس عملتها الحمد لله رب العالمين. عملتيها خالص يعني؟ الحمد لله.